احنا بنجسد رسم الصحفية شيرين أبو عقلة رحمها الله. من احنا بنجسد شو بصير بالضفة وبالقدس المحتل، شو بيعملوا الاحتلال فيهم وكيف بيعتدوا عليهم، حتى على الصحفيين انهم بيعتدوا، فيش رحمة عندهم. اليوم يجب أن تكون دماء شيرين هي رسالة جادة من الفلسطيني، من كل الأطياف الفلسطينية ومن الخارج أيضا، الجهات المختصة والجهات الحقوقية، بأن عملية اغتيال شيرين وقتل شيرين بهذه الطريقة هي رسالة واضحة للعالم لإجبار إسرائيل على احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين والتقيد بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن. وإننا في الاتحاد العام للهيئات الشبابية قامت القوات الصهيونية باستهداف 83 إعلامياً منذ